يكون في ملكك في الخيل؟ سلالة, سلالة من الخيل. اللهم لك الحمد, أغلب السلالة القوية اللهم لك الحمد لك. أنا عارفة لكن أكيد هدفك وعينك على شيء. الشيء اللي ودي خيل معينة ولا سلالة معينة؟ خيل أو سلالة ولا سلالة؟ أي ترى الخيل تندرج في المكس, في الجزيري. لا أتكلم عن الجمال, هي العربي أنا أتكلم. إيه؟ جمال العربي في مكس وفي جزيري وفي مصري. سعيد بلش هذه دماء ابزعل العمر تختلف, فكل وله هواه وكل وله نظرته وكل. لكن لو تقول لي وش ودك توصل له, انا ودي اوصل بطولة العالم. طبعا انت ما فهمت سؤالي. الان بعض الناس يحرص انه يكون عنده خيل مثلا من انتاجه ومن سلالة مروان الشقب, يكون ابوه او جده او عرفت كيف؟ فيه مثل ما قال ابو مسك ما تهم السلالة اكثر من جمال الخيل. لا تهم جدا يعني. انا عندك اللي ودي احصل على حتى شبوته اي كي اس فراج, شفت هذا فحل معروف. من هو اي كي اس فراج؟ اي عرفت هذا فحل معروف, هذا ودي في خط الجمال شبوته حتى ما صعبه شوي. ايه في خط الجمال مكلفه في خط الجمال اللي هو الجمال العربي. انا دائما عشان على الاسم عندك ابو فراج يعني, يعني تعرف انتماء شوي الاسم حبه يمكن الوالد الله يرحمه. الله تعرف يعني شوي حمسك والفحل اطيب فحل في العالم, وانت طيب لك في الخيل ولك في هوايه وكله من نظرته. نعم مثل ما قلت يعني ابو فراج. معليش ابو فراج انت خليك جنبي. ابو فراج مهتم في السباقات ولا في الجمال؟ في الجمال اي يسمونه الشو. كلهم ابو فراج وابو مسك مهتمين في الجمال. اها مهتمين في الجمال. طيب سؤال ابو فراج, متى تكون نشوه ابو فراج يعني على قولهم في اعلى متعه له عند الخيل؟ اعلى متعه لي عند الخيل من يوم اشوفها, من يوم اجيها واشوفها احس اني كل ما في صدري من ضيقه راح. باي حال من احوالها؟ اي حاله من الاحوال, مجرد اني اشوف الخيل تنسى انسى هموم, انسى الدنيا, انسى كل شيء ورا ظهر. ومتى يضيق خاطرك؟ اجيت الخير وشفتها فيه يجيك ذيك خاطري لا طلعت برا المنطقه, سافرت سواء العمل ولا لا. اتكلم على حال الخيل نفسها. لا امراضات حال من اي ناحيه يعني؟ وش هو اصعب شيء يمر على الخيل من ناحيه الامراض؟ المغص والمغص ولا الحصر؟ اي يذبحك المغص والحصر. الحصر الحصر يذبح الخيل هو المغص, ولا جاء الشيء ذا يضيق صدرك. يجي من شيء معين على ما قال ابو مسك, تجلس ثلاث ايام اربع ايام وانت تتابع. يجي من شيء معين مثلا عشان تخرج؟ يجي احيانا من الاكل عليق, هي ممكنها من اسباب بعد طبعا يضافون لها زيت, لكن باقي الاكل ملينات وملينات احيانا احيانا من النقل من منطقه لمنطقه. لا ما في ابو فراج على طاري الجمال سم و سعدك ربي حبيبي انت الجميل. ما نبي نطلع من المجال ذا,